إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر من الناظور. ساعات قليلة على أذان المغرب هنا بالناظور، أو ساعة قبل الفطور في الجولة هنا بوسط مدينة الناظور في الأحياء وشوارع وأزقة المدينة. كنشوفوا الأجواء كيف دايرة، واش شي واحد مرمضان، واش شي واحد معصاب، واش كان شي واحد على سبة. كنقولوا بلا ترمضينا وبلا أعصاب وبلا سبة، عندنا شي مشكل مع شي حد نحلو بالتي هي أحسن، لأنه كنعرفوا راه ترمضينا والأعصاب والمشاكل ما كيجيبوا غير الخسارة في الخسارة. لهذا خصنا نتريثو. شحال من واحد جابها في راسو بسبب الأعصاب والمشاكل والترمضينة ديالها. الله يحفظك خويا العربي. العربي قال بأنه الوفا رجال، احنا المغاربة كاملين رجال الحمد لله. هادشي باش معروفين احنا كمغاربة. بارك الله فيك خويا العربي. اختي امينه السلام عليكم. اختي امينه اش من مدينه؟ واش كاين شي ترمضينا عندكم تما؟ واش كاين شي واحد مرمضن ومعصب وعلى سباه؟ اختي امينه علاش اخويا كمال ياك لاباس؟ لا 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 اخويا كمال، لا غير بالتي هي احسن اخويا كمال. ولا واش هادي؟ وهذا واحد الشهر كبير عند الله سبحانه وتعالى وكبير عندنا، وهذا الشهر ديال الشهر المبارك شهر رمضان، يعني خصنا نحترموا هذا الشهر هذا، خصنا نحترموا هذا الشهر هذا، يعني الشهر ديال الغفران والتسامح. إذا احنا الآن في شولة هنا بشوارع مدينة الناظور ساعة قبل الفطور. احنا الآن في أحد الأحياء الشعبية بمدينة الناظور، حي شعالة. الحي شعالة ذو حي شعالة من أقدم الأحياء الشعبية اللي كاين في مدينة الناظور. كاين أحياء شعبية أخرى معروفة، كاين حي المدني والمعروف بالبوبلاو، كاين إيكونا في الريكولاريس العراسي هربوز، وعدة أحياء شعبية أخرى هنا بمدينة الناظور. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، احنا الآن في جولة هنا بشوارع المدينة ساعة قبل الفطور. أجواء عادية جدا، أجواء جميلة في هذه اللحظات. الناس داخلين في سوق راسهم، اللي خارج يتقدى راه كيخرج يتقدى ويرجع لدارو، واللي خارج يدور يتنفس ويشم شوية ديال الهواء راه خارج وترونكيل مع راسو، والناس اللي خارجين يديروا الرياضة ويلعبوا كرة كذلك ومثله. الناس اللي في الدار البيضاء قولوا لنا كيف عاملة الأجواء. الناس اللي في الرباط، فاس، مكناس، تازة، الحسيمة، وجدة، بركان، والناس ديال الجنوب، كاع الناس فين ما كان شي واحد في شي منطقة يقولوا لنا كيف عاملة الأجواء في المناطق ديالهم. خويا حميد تحية ليك وتحية للناس ديال مكناس، تحية لجميع المغاربة أينما كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن. احنا الآن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في في جولة مدينة الناظور في شوارع المدينة ساعة قبل الفطور. الأجواء صراحة في مدينة الناظور تيلة 13 يوم ديال رمضان، الأجواء عادية جدا في مدينة الناظور. ما كاين لا أعصاب، ما كاين لا ترمضينا، ما كاين ما كاين ما كاين ما كاين لا مشاكل. ونتمناو هاد الشهر ديال رمضان يدوز بحال هكا، يدوز بخير وعلى خير وبصحة والسلامة إن شاء الله يا رب.
ايوا راه المشاكل راه خايبه، مشاكل وترمضينا راه داكشي خايب، ماشي غنبداو ندابزو اولا نضاربو اولا وفي التالي غيتنادم معنا الحال. وديك الساعه سيطرو طار فات الفوت. سلامه خير من دامه. السلام عليكم اختي هبه. السلام خويا يونس. خويا رشدي السلام عليكم، مساء الخير. شاب عبد القادر الحسيمه تحياتي ليك وتحيه الناس ديال الحسيمه. قال بانه خدمه والو. ايوا نتمنوا من الله عز وجل يدي علينا هذا الوباء هذا ونبداو حياتنا من جديد ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله يا رب. وان شاء الله تكون الخدمه وتحلل الحدود وان شاء الله راه ما يكون غير الخير. راه هذا الوباء هذا راه ازمنا نفسيا واقتصاديا، والعالم تازم نفسيا واقتصاديا بسبب هذا الفيروس اللعين، فيروس كورونا. والحمد لله الاصابات والوفيات راه تراجعوا بشكل كبير في بلادنا، وكاين اقبال كبير على التلقيح. راه ازيد من 9 مليون مغربي ومغربيه اللي تم التلقيح ديالهم طبعا. وهذا الشيء كيفرح وكيبشر بالخير متتبعينا، ولكن بالرغم من ذلك خصنا نبقاو على بال ونردوا البال، لانه كورونا مازال ما كاينه. كورونا راه كاينه اخوتي المغاربه، كورونا راه مازال ما سالاتش. ها خويا محمد قال لنا واش كاين شي بوقرونيس شطون موجود. والله الا عاد شريته قبيله موجود اخويا موجود. كاين شويه ديال الغلاف في الحوت، ولكن ما عندنا ما نديرو. راه فاش كيوصل رمضان ولا ديال الصيف فاش كيوصلوا هاد المناسبات هادو، راه اي حاجه كتغلى، ماشي غير الحوت، الدجاج، الحوت، الخضار، الفواكه والى غير ذلك. وماشي غير في الناظور وصافي، في جميع المناطق اللي كاين في بلادنا. إذن احنا الان في شارع يوسف بن تاشفين، فالجوله ساعه قبل الفطور هنا وسط مدينه الناظور. ايوا قولوا لنا الناس ديال الرباط والناس ديال وجده، فاس، مكناس وجميع المدن والمناطق اللي كاينه في بلادنا، وقولوا لنا كيف الان كيف عامله الاجواء عندكم. واش كاين شي واحد مرمضان؟ واش كاين شي واحد على سبا بغى يدابز؟ قولوا لنا الاجواء كيف عامله عندكم والناس ديال تطوان وطنجة. احنا الان في شارع يوسف بن تاشفين. هذا الشارع هذا في الايام العاديه، ماشي في كورونا، في الايام العاديه وفي هذه الوقيته هذه قبل اذان المغرب كنشوفوا الاكتظاظ، كنشوفوا الزحام لا على مستوى النقل ولا الناس اللي كيتمشاو على رجليهم. ما تلقاش منين غدوز. ايوا هاد الجائحه ديال كورونا، هاد المصيبه ديال كورونا ما خلات الواحد فين غادي يتنفس، كلشي وقت الحيطه والحذر. وهذا الشيء اللي كنتمناو، الواحد خاصو ياخذ الحيطه والحذر من هذا الفيروس اللعين، فيروس كورونا. تحياتي ليك خويا مصطفى، وتحياتي للناس ديال بنينصر المعبر الحدودي، تحيه للناس ديال باريتشينو، الناس ديال غاسي، وما نساوش الناس ديال فرخانه ايضا، تحيه كبيره لهم. احنا في شارع 3 مارس، شارع 3 مارس،
وغادي نمشيو حتى لأقدم حي شعبي في الناظور وأكبر حي شعبي في الناظور والحي المدني والعسكري المعروف لدى ساكنة الناظور بوبلا. بوبلا هو أقدم حي شعبي وأكبر حي شعبي في مدينة الناظور، حي المدني والعسكري بوبلاو كما معروف عند ساكنات ديال الناظور. ايوا غندوزو من تما متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، نشوفوا واش كاين شي واحد بغى يترمضن، واش كاين شي واحد على سبا. لا لا الحمد لله حتى شي واحد ما على سبا، حتى شي واحد ما باغي يتعصب، كلشي داخل سوق راسو، اللي خارج يتقدى شي حاجه كيتقداها بالتي هي احسن، وكيدخل دارو بالتي هي احسن، عند وليداته وعند والديه وعند عائلته. خويا مصطفى الله يرحم جميع اموات محمد، الله يرحمهم في النار هذا. حنا في مدينة الناظور خويا، حنا في مدينة الناظور فهاد الجولة في شوارع المدينة. ساعة قبل الفطور كنشوفو واش كاين شي واحد معصب، واش كاين شي واحد باغي يترمضن، ولكن الحمد لله ما كاين حتى شي إشكال، ما كاين حتى شي مشكل، كلشي داخل سوق راسو، كلشي دايها في راسو، وكلشي كيقول أراسي يا راسي، ما باغي لا مشاكل، ما باغي لا أعصاب، باغي نبقى ترونكي. هاد الشي اللي بغينا. احنا قربنا الحي الريغولاريس، حي الريغولاريس طريق ديال البنينصار، غاسي، فرخانة، باريتشينو وإلى غير ذلك. أجواء عادية، واحد الأجواء صراحة اللي هي أجواء جميلة 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 في مدينة الناظور. كنتمنى وندوزو هاد الأيامات اللي باقية في رمضان بلا صداع بلا مشاكل بلا أعصاب، ندوزوهم بخير وعلى خير إن شاء الله يرحمن الرحيم يا رب، لأنه هاد الشهر ديال رمضان راه شهر كبير عند الله سبحانه وتعالى وكبير علينا، ندوزوه بلا مشاكل وبلا أعصاب. راه المشاكل والأعصاب راه كيخرجوا على الواحد. ايوا ها حنا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، كنقلوا لكم الأجواء في شوارع المدينة في هاد الجولة ساعة قبل الفطور في مدينة الناظور. كيف العاملة، كيف داير الأجواء؟ راكم كتشوفوا أخوتي المغاربة الأجواء جد هادية في مدينة الناظور. اذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، احنا مازالين مستمرين معكم في الجولة في شوارع مدينة الناظور ساعة قبل الفطور. ابقوا معنا ما تمشيو فيه.
اللهم امين خي مصطفى، اللهم امين. الله يحفظك. ان شاء الله ان شاء الله خويا غادي نديرو شي جوله في بنينصار، جوله ليليه، غنعملو واحد الجوله ليليه ان شاء الله في بنينصار ونشوفو اشنو واقع، شنو كاين في بنينصار. احنا في حي سيدي هلي، الجولة شوارع مدينة الناظور في ساعة قبل الفطور. حي سيدي هلي والمعروفة عند ساكنة الناظور، دائرة 5. ها الكورنيش ديال الناظور، اصحاب الرياضه فين كان فين كيجيو ويعملوا الرياضه ويتفوجوا ويتنزعوا، كاين اللي كيجي مع وليداته، كاين اللي كيجي مع عائلته، كاين اللي كيجي مع الاصدقاء ديالو لهذا المكان الجميل والمتنفس الوحيد لدى ساكنات الناظور. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تيفي ما سخيناش بكم، وصلنا لنهايه هذا البث المباشر هنا من الناظور. ما سخيناش بكم، ولكن نعطيو الفرصه للزملاء الاخرين في المدن الاخرى. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تيفي، وصلنا لنهايه هذا البث المباشر هنا من مدينة الناظور. كان معكم أخوكم سلام المحمودي في الجولة عبر شوارع المدينة ساعة قبل الفطور. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.